أنا عارفة إن الحمل تقيل قوي على كتافك، شايل هم العزبة والصيادين وهمنا، بتسرع الكل وإنت من جواك بتتقطع يا دنايا. بس أنا عايزة أقولك أنا مش هسيبك، أنا معاك. أنا عايز أطلب منك طلب يا زعفران. أؤمر يا عيون زعفران. عايزك تاخدي البنات ويوسف وتنزلوا اسكندرية وتقعدوا في شقة عواطف الله يرحمه. أيوة بس ليه يا حاج؟ الحكاية دي أكيد يبقى وراها سر. أنا عمري ما خبيت عنك سر. هي إيه الحكاية يا حاج؟ نفذي اللي بقولك عليه عشان خاطري. خاطرك غالي عليا، لكن عشان أنفذ أوامرك لازم أعرف ليه. العزبة يا زعفران، أنا مش هسيب العزبة حتى لو دفنوني فيها. ما تشر عليه، احنا داخلين حرب ومش عايزكم تتأذوا. انت اغلى عندي من الدنيا كلها، انت ازاي تتصور ان انا ممكن اسيبك؟ هانت عليك تقولها ازاي يا حاج؟ ده الموت عندي اهون من ان انا ابعد عنك. احنا مش هنسيبك، احنا كلنا معاك، ولو عايزين يهدوا البيوت كلها فوق دماغتنا يهدوها، بس نموت كلنا سوا. شفت يا الواد ما بطلش يذني من ساعة ما رجع ازاي؟ بسم الله. او يعني هيجيبه من بره؟ انا هاخده واديه للدكتور. دكتور؟ دكتور ايه؟ هنروح لواحد غريب ليه واحنا عندنا الدكتور بتاعنا؟ مش كده ولا ايه يا حبيبي؟ ربنا يقومه بالسلامة. بس بس اقول لك على حاجة تفرح بيها اهل العزبة وتكيد بيها اخواتنا البعده.